قمنا بعملية تخطي لعملية المحاسبة، وهذه من الأشياء التي جعلت قضية العدالة الانتقالية فيها إخفاق كبير وإخفاق معتبر، لأن المحاسبة لم تتم بالشكل المطلوب، ولم يتم محاسبة المجرمين ولا الفاسدين، وأفلت كلهم من العقاب، وبالتالي فإن المصالحة والمصالحة الوطنية لن تكون لصالح العدالة الانتقالية، ولن تكون لصالح مصالحة حقيقية جذرية وثورية. كلما كانت المحاسبة ناجحة، وكلما اقترنت تلك المحاسبة بأخذ العبر والدروس في علاقة مثلا بإصلاح المؤسسات، في علاقة مثلا بإصلاح النصوص التشريعية المنظمة لقطاع أو لآخر ولممارسة أو لأخرى، كلما لمسنا النجاعة في هذا المجال نحن متأكدون بأن المصالحة سوف تكون التتويج الطبيعي لذلك المسار. نحن نبدأ بالمساءلة، نبدأ بالمحاسبة، نبدأ بفتح كل الملفات، بكشف الحقيقة، بإقرار المذنبين بجرمهم حيال ضحاياهم وحيال هالدولة ومؤسساتها، حيال الجهات التي طالها التهميش. بعد ذلك نختم كل هذا بالمصالحة، نطوي هذه الصفحة ونبدأ صفحة جديدة من أجل الأجيال القادمة، وهذا أمر جد مهم. كل الذين يعتقدون أن رد الاعتبار للمتضررين قد يضر بمفاصل الدولة أو بمؤسسات الدولة، أنا أقول بأن هذا من الشطط ومن الظلم والضيم الذي يمكن أن يوجه إلى المتضررين، لأن المتضرر في الحقيقة له الحق في رد الاعتبار. الأنظمة القانونية في العالم أجمع وفي تاريخ البشرية الكل، كل متضرر من جريمة واجب عليه، ماهوش عامل مزية، واجب عليه باش يتلقى التعويض المادي والمعنوي وكذلك التعويض الجمالي القادر لجبر تلك المضرة. نحن ننزه حتى الضحايا اللي ياخذوا التعويضات التي تليق بالضرر اللي لحقهم. فقط اللي نحبوه أن التعويضات هذه تكون تعويضات مؤسسية. مهم أن نقول أن اليوم الانتداب وجبر الضرر هذا أمر واجب أخلاقيا، واجب قانونيا، واجب كذلك حتى بالمعايير الدولية. إذا أردنا لا نخالف المعايير الدولية لجبر ضرر ضحايا انتهاكات الماضي، فعلينا أن نوصل لكل المشمولين بالعفو العام، لكل ضحايا انتهاكات الماضي، حقهم كاملا، وهذا ليس مزية.